مستدامة لشعوبها، ونحن أبناء الحضارة الإسلامية الخالدة، نستكمل ما بدأه علماؤنا الأوائل من إسلامات علمية وحضارية تقدمت وازدهرت بفضلها العلوم والتقنية في مجالات علمية عديدة. واليوم، ووفقا للخطة الاستراتيجية لتطوير التعليم، يأتي مشروع المراكز العلمية كأحد البرامج الرئيسة لتطوير العملية التعليمية. المراكز العلمية في الحقيقة هي عبارة عن منشآت تربوية علمية والمرحلة الشاملة، الفيزياء، الكيمياء، الأحياء والرياضيات والإلكترونيات والاتصالات. هذا وقد تم اعتماد إنشاء 18 مركزا علميا على مستوى المملكة للمرحلة الأولى، ورغبة في تطبيق النموذج تم تأهيل 3 مراكز في كل من جدة والطائف ورسيح. أما المراكز العلمية المتنقلة فقد قامت بزيارة 9 مجمعات تجارية و322 مدرسة.